بالتأكيد الإطار لن يسمح للسيد السوداني في التوسع، لن يسمح لأي شخص من غير الصقور اللي تتمثل بالسيد المالكي بالسيد غمار حمودي وفالح الفياض، لا تسمح لأي شخص من الإطار بالتوسع أو في الانفراد في السلطة أو حتى يترشح أو يحصل على أصوات كبيرة في مجلس المحافظات. هذا إحنا متأكدين من عنده. يبقى شيء آخر، الإطار أيضا يتابع يعني وينظر إلى التيار الصدري، التيار الكبير اللي يمثل غالبية الشعب العراقي في رهبة من التيار، خوف من التيار، ممكن التيار يأتي مرة أخرى للانتخابات. إحنا نعتقد التيار بعيد حاليا من الانتخابات، سماحة السيد مقتدى الصدر عز والله بعيد من الانتخابات، لا يسمح في عودة التيار إذا حكومة المحاصصة. هذا رأينا الخاص، بس أيضا الإطار ينظر في رهبة عين من الرهبة إلى حضور الكبير إلى التيار الصدري، وخوفا من عودة التيار، لأنه يعرف كثيرا الإطار التيار إذا عاد للانتخابات سيكتسح كل هذه الأصوات ويأخذ أصوات كبيرة. يعني هذه المجالس المحافظات هي مهمة جدا بالنسبة للأحزاب حتى تتأهل إلى المجالس إلى الانتخابات البرلمانية. فنعتقد نعم الإطار اليوم يحاول قصارى جهده يضغط على المفوضية. هناك أسماء كثير يعني موجودة في التغييرات القادمة هي موالية للإطار، موالية شخصيا إلى السيد المالكي وإلى حزب الدعوة. نعم.